صباح الخير مشاهدينا، اهلا بيكم وحلقه جديده من بنصبح عليك. زي ما تعودتوا معانا دايما بيكون معانا يوم الثلاث فقرات متميزه. الحقيقه هيكون معانا عدد كبير من الفقرات، سواء تقارير خارجيه او تقارير رياضه، وهناخدكم كمان في جوله لشارع المعز. لكن بدايه حلقتنا هتكون مع اغنيه للعسيلي، وبعدها نعود مره اخرى. بنعود مرة أخرى مشاهدينا بعد ما شفنا هذا التقرير، هننتقل إلى موضوع آخر وهو الرياضة. طبعا كلنا بنتعود إن احنا بنحاول إن احنا نعمل بعض التمرينات الخفيفة في الصبح، والحقيقة عشان كده بنحاول إن احنا كل مرة نقدم لكم يعني بعض التمرينات اللي مرتبطة مثلا بالعضلات المختلفة. لكن المهم دايما إنه يكون في نص ساعة على الأقل في الأسبوع، ثلاث مرات أو أربع مرات في الأسبوع لل ماشي. لكن دلوقتي هيكون عندنا تمرينات للأرجل وفقرة الرياضة، ونعود مرة أخرى. عودة مرة أخرى مشاهدينا، وأهم الأخبار من جريدة الأهرام. الرئيس السيسي مباحثاتي مع رئيس جنوب السودان عكست شراكتنا الاستراتيجية. من أخبار مصر، الرئيس السيسي استعرضت مع سيلفا كير التطورات الخاصة بقضية سد النهضة. من جريد الأخبار، رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس التنسيق للسياسات النقدية والمالية. الحقيقة نعود للخبر الأول، وهيكون عندنا مداخلة لمزيد من التفاصيل عن طبعا عن اللقاء الذي كان بين جنوب السودان والشراكة الاستراتيجية. هيكون عندنا مداخلة مع الأستاذة أسماء الحسيني، الكاتبة الصحفية والمتخصصة بالشؤون الأفريقية. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، اهلا وسهلا بحضرتك، وتحيه لك ولكل الساده المشاهدين الكرام. الحقيقه كنا عايزين نعرف تفاصيل اكتر عن العلاقات المصريه السودانيه. يعني العلاقات بين مصر وجنوب السودان هي علاقات قديمه متجدده، علاقات استراتيجيه. جنوب السودان بتحتل أهمية كبيرة جدا بالنسبة لمصر منذ سنوات بعيدة. كانت مصر دائما تضع جنوب السودان دائما على رأس العلاقات مع الدول المهمة بالنسبة لها. دولة جنوب السودان لها أهمية استراتيجية، بتعتبرها مصر جزء من الأمن القومي المصري، هي لها يعني أهمية خاصة منذ عقود طويلة في كل الأزمنة. كانت تحتل معاملة خاصة، أهمية خاصة. مصر دعمت السلام والاستقرار في جنوب السودان، وكان تحتل أولوية منذ أن كانت جزء من السودان الموحد. ثم بعد ذلك عندما استقلت عام 2011 بادرت مصر لدعم السلام والاستقرار والعلاقات الأخوية المتميزة مع دولة وشعب جنوب السودان. وزيارة الرئيس سلفا كير مياردت إلى القاهرة هي زيارة من ضمن زيارات عديدة يقوم بها الرئيس والمسؤولين في جنوب السودان إلى مصر. وهناك أيضا الزيارة المهمة جدا التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جوبا، والتي قوبلت باستقبال حافل في الجنوب. حقيقة أنا بشكر حضرتك جدا أستاذة أسماء الحسيني، الكاتبة الصحفية المتخصصة بالشؤون الإفريقية، حول هذه المعلومات المهمة. وهنخرج لفاصل، وبعدها نعود مرة أخرى نستكمل أخبارنا. بنعود مرة أخرى مشاهدينا، بنستكمل أخبارنا من اليوم السابع. وزير النقل، سيتم خفض زمن التقاطر بالخط الأول للمترو لـ 2.5 دقيقة بعد تطويره. من جريدة الأخبار، ماليزيا توجه الشكر لمصر لجهودها الحثيثة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية لغزة. من جريدة الأخبار، مبادرة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزارة الداخلية تمد كلنا واحد شهرا. من جريدة الأخبار، الحكومة تعلن إصدار الموافقات لمصنع بيراميدز لإنتاج إطارات السيارات الملاكي. ومن جريدة الأخبار، وزيرة الهجرة الاستعانة بخبرات المصريين بالخارج للنقل المعرفة وتوطين الصناعة. من أخبار مصر، الفريق أسامة ربيع يبحث سبل التعاون مع نائبة رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية.
ومن أخبار الرياضة، وزير الرياضة يهنئ رئيس التايكوندو بنتائج المنتخب في بطولة أفريقيا. أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتصالا هاتفيا برئيس الاتحاد المصري للتايكوندو المستشار محمد مصطفى للتهنئة بنتائج المنتخب المصري وحصد 6 ميداليات في بطولة أفريقيا والمقامة على مدار يومي 5 و6 نوفمبر في أبيدجان بكوت ديفوار. دي كانت أخبار الرياضة. ننتقل إلى أخبار الطقس. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والواجهة البحرية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجة، مطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 19 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة. دي كانت أهم الأخبار. هنلتقي طبعا بعد هذا الفاصل، هيكون عندنا فقرة مهمة جدا عن أهمية الإنجازات الكبيرة اللي تمت في مجال النقل، والحقيقة هيكون عندنا هذا اللقاء مع الأستاذ أحمد عبد الحفيظ المحرر الصحفي والمتخصص بملف النقل بعد الفاصل.